بدأت في تمام 9 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة الكويت من صباح اليوم الأحد عملية التصويت للمصريين في الخارج بدولة الكويت بالمقر الانتخابي بأرض المعارض، وذلك لليوم الثالث والأخير. وقام سفير مصر بالكويت ورئيس اللجنة الانتخابية بالكويت بالتعاون مع أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية من داخل المقر الانتخابي بالإشراف والتأكيد على وجود كافة التسهيلات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في ثالث يوم من أعمال التصويت. تفاصيل أوفى في تقرير الزميلة مروة رضا من الكويت. الديمقراطية تستمر السفارة المصرية في دولة الكويت في استقبال أبناء جاليتها للإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس الجمهورية. نأخذكم مشاهدين في جولة وتغطية إعلامية جديدة نتابع فيها سير العملية الانتخابية ورصد الأجواء والمشاعر التي سطرت وسيطرت على هذا الحدث الديمقراطي البارز. أولا سعيد جدا بالملحمة الوطنية اللي بيقودها الشعب المصري والمقيمين في دولة الكويت، وسعيد جدا بالتيسيرات اللي موجودة في السفارة المصرية هنا. يمكن شايفين ان الناخب المصري بيؤدي دوره وحقه الوطني وايضا حق الدولة المصرية عليه خلال دقيقة واحدة بس، من بمجرد دخوله اللجنة الى التصويت ثم الخروج من اللجنة. لكن المشهد الاعظم هو الالتفاف ودعم الدولة المصرية المتمثل في الحشود الكبيرة اللي موجودة من الجالية المصرية في الكويت. دايما المصريين في الخارج بنعتبرهم سفراء حقيقيين لمصر، دايما هم خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية، خاصة في المواقف اللي بتحتاج الدولة المصرية فيها دعم زي كل استحقاق رئاسي. يمكن احنا هنا من 2012 بنشاهد الملاحم الوطنية اللي بياخدها الجالية المصرية او بتاخدها الجالية المصرية في الكويت في كل استحقاق دستوري، موجودين في مقدمة الصفوف في كل استحقاق دستوري، هم بيكونوا الشرارة الأولى لتحفيز الشعب المصري في الداخل للخروج بكثافة في الانتخابات. هذا المشهد يؤكد مكانة الدولة المصرية ويؤكد رقي المواطن المصري والجالية المصرية في الكويت. فكل الشكر والتقدير لكل عضو من أعضاء الجالية وكل قيادة من الجالية ساهمت في هذه الحشود الانتخابية المحترمة، وأيضا الشكر والتقدير للسفارة المصرية في الكويت السيد السفير والقنصل العام والعاملين في السفارة على التسهيلات اللي بيقدموها للمواطن المصري اللي بيمارس حقه الدستوري وحقه الانتخابي في الاستحقاق الرئاسي او الاستحقاق الدستوري المهم والانتخابات الرئاسية. اللي انا شفته النهارده شيء يسعدنا جميعا، ونتمنى لرئيسنا التوفيق باذن الله، ونتمنى ان مصر يعني تاخد مكانتها المرموقة ما بين الدول، وإن شاء الله كل أزمة لها حل وكل صعوبة لها نهاية، ودايما الصعوبات بتنتهي بأفراح وانتصارات. إن شاء الله نكون منتصرين دايما. أول يوم جميل وإحنا مستنيينه من زمان إن إحنا نقول رأينا، وربنا يوفقه، ومهما قلنا مش هنقدر نكافئه على الكلام او الحاجات اللي عملها لنا. وطبعا الناس كلها حساها ومحسوسه جامد ان خلى المصريين دلوقتي في اي مكان ليهم وضع، والاول ما كناش كده. يعني الناس اللي جت قبله لا ولا عملت حاجه بالنسبه اللي هو عملهم. تحيا مصر وتحيا رئيس السيسي بالكويت، احنا الجاليات المصرية في الكويت بالحي مصر. أرجو من الجميع الوعي والإدراك لهذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد. السيد رئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ مصر من دمار كان محقق على كل الدول العربية، ولكن سبحان الله وجود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلى مصر إن شاء الله بإذن الله هتكون في مصافي الدول. نمر بأزمة، الأمور صعبة، ولكن علينا أن نتحمل جميعاً.
انا النهارده بالنسبه ان انا جاي انتخب السيسي ده يوم عيد، لان انا ده احسن رئيس مسك مصر من ساعه ما انا اتولدت. فبندعي له ان ربنا يوفقه ويكمل اللي هو بداه، ووراك يا سيسي، وراك يا سيسي. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا. السيد عبد الفتاح السيسي، ونتمنى له الخير ان شاء الله دايما، وعمل خير كتير في البلد، وربنا يديله الصحة والخير ان شاء الله وكل حاجة، وربنا ينصرنا على قوم الكافرين يا رب العالمين. أدعو لسيادة الرئيس ربنا يطول في عمره ويعينه على التحديات والظروف الصعبة اللي بتواجه مصر، والمسؤولية كبيرة جدا، بس إن شاء الله هو أديها وحدود. وياما مصر مرت بمحن، ودايما النصر إن شاء الله مكتوب من رب العباد محروسة، وهم في رباط إلى يوم الدين إن شاء الله. كل واحد مصر لازم يكون في اليوم ده احساسه اكبر مما تتخيل، يعني احساس كبير جدا، لان احنا النهارده بنأدي دورنا في سبيل بلدنا، ونثبت للعالم ان الشعب المصري قادر على انه يعمل استحقاقاته بشكل منظم ومحترم، وبيقدم صوره للعالم كله في الانتخابات الرئاسيه. طبعا احنا النهارده جينا مخصوص عشان نأيد الرئيس السيسي، لانه مش مجرد شخص ان احنا هنأيده، نموذج احنا شفنا فيه نجاحات متعددة على مدار السنوات اللي فاتت، وده كان لازم يجبرنا انا وغيري على ان احنا نيجي نأدي دورنا ونقدم الصورة الجميلة دي للناس، ونقول لهم الشخصية دي هي اللي احنا عاوزينها وتستمر. ربنا يديله الصحة. في اليوم الثالث والأخير من تصويت المصريين في الخارج لانتخاب رئيس الجمهورية، يزدى الستار على هذا الفصل من تاريخ مصر المهم، وأظهرت الجالية المصرية في دولة الكويت إصرارا لا يلين ومشاركة فعالة وناجحة في مسيرة انتخاب رئيس الجمهورية. وما بين قلوب متحمسة وصناديق الانتخاب، عبر المصريون في الخارج بصوت حر وبصمة قوية على صفحة جديدة تسطرها ديمقراطية بحروف مستدامة. مروى رضا، قناة طيبة، تلفزيون المصري، من دولة الكويت.